هذه الجولة التي أنهاها نادي صفاقسي بترشح لمرحلة البلاي أوف وبرصيد 19 نقطة يليق من النادي البنزرتي والنجم الرياضي بن متلوي برصيد 9 نقاط. بعد هذه المباراة كان لنا تصريح مع المدرب المساعد نادر الهبيري، نشاهدوا مع بعضنا شنو قال نادر الهبيري. الحمد لله 3 نقاط اللي خلاتنا نلعبوا البلاي اوف، والبلاي اوف مش حاجه جديده على نادر الصفاقسي. نادر الصفاقسي من الفرق الكبار بالنسبه لي لهم، الترشح البلاي اوف حاجه عاديه. احنا قاعدين نخدموا، قاعدين نتحسنوا من المقابله للمقابله. صحيح اليوم كي ترشحنا قبل 3 جولات على الفرق المنافسه، يخليك تخدم اكثر، تخدم مرتاح. كما قلت عندنا الفتره الجايه نتاع التراف باش نحضروا كيما يلزم. عندنا بعض اللاعبين اللي ناقصين ان شاء الله طون جو، اللي رجعوا من الاصابات الكبيره كيما الحباسي، كيما عبد الله العمري، كيما المهذبي، كيما النصراوي. ان شاء الله ان شاء الله في الفتره هذه باش نعملوا بعض المقابلات الوديه، باش نعطيهم دي طون جو، باش ان شاء الله نلقاهم في المباريات الرسميه موجودين. باش ما راك تعرف الواحد ما يدخلش في بعد شهرين تقريبا ولا شهرين ونص ديريكت في المباريات الرسميه. حاولنا انه نبرمجوا لهم مقابلات وديه ان شاء الله في الفتره الجايه، وباش ان شاء الله يكونوا حاضرين ويمثلوا نادر الصفاقسي. كيما قلت نادر الصفاقسي راهو مجموعه، مهما كان اللاعبين نادر الصفاقسي كان اللي كان موجود اعطى الاضافه. والحمد لله الكلين شيت راهو زاد عندنا لاعبين ممتازين دفاعيا، منظومه كامله تدافع، منظومه كامله تهاجم. طوميو الحمد لله يعطيهم الصحه، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله بالنسبه لنادر الصفاقسي ان شاء الله.